أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في قناة فري إنجليش، ويسرنا اليوم أن نقدم لكم General Exercises on Units with Model Answers بإجابات نموذجية لسؤال الاختيار من متعدد، وخاصة الأسئلة التي تحتوي على إجابتين. وهذا نمط جديد في امتحان الصف الأول الثانوي. ولا تنسوا أعزائي الطلاب تفعيل زر الجرس وإرسال إجاباتكم ومشاركاتكم التي نسعد بها كثيرا، وكذلك نقوم بالرد على كل أسئلتكم. ونأسف لانقطاعنا عن التصوير لفترة وجيزة لظروف داخلة خارج عن إرادتنا. ولا تنسوا كما قلت لكم تفعيل زر الجرس وإرسال إجاباتكم ومشاركاتكم حتى يتسنى لنا الرد عليها جميعا. و thank you in anticipation، أشكركم مقدما. الجزئية بتاعت النهاردة من الوحدة الأولى إن شاء الله للتانية التالتة لحد الوحدة السادسة، هنتعامل مع أسئلة الاختيار اللي هي بتتطلب إجابتين وليست إجابة واحدة. ده تدريب على كيفية التعامل مع هذا السؤال، كل وحدة قائمة بذاتها. فنمبر 1 عندنا، وهنا ده اللي هم بيجيبهم اول سؤالين في اسئله الاختيار. نمبر 1 وي كانت سكسيد، لا يمكننا ان نحقق النجاح. وي كانت سكسيد without، بدون. نمبر 1 ترانزليشن، ترجمه. ايزوليشن، الانعزال او العزله. كولابوريشن، التضافر او التعاون. اكسبلوريشن، الاستكشاف او الارتياد. كوبريشن، التعاون. وهنا عايزين اجابتين يا اولى ثانوي، فادق اجابات عندنا هتكون كولابوريشن اند كوبريشن، التعاون. نمبر 2 اي دونت لايك ذيس ميوزك بيكوز ات از فيري نويزي، لا احب هذه الموسيقى لانها مزعجه جدا. The opposites، العكس، of the word noisy are، هما و quite إلى حد ما. busy، مشغول. quiet، هادئ. unique، لا مثيل له أو متفرد. calm، هادي. فأنا عايز أجيب كلمتين يا أولى ثانوي عكس كلمة noisy، فأقرب إجابة عندنا quiet، هادئ. إضافة لذلك كلمة calm، وإن كانوا مختلفين في المعنى، يعني calm دي بقولها لشخص keep calm لو شخص خائف أو مرتعب، لكن لو شخص بيحدث ضوضاء بقول له keep quiet، إلزم الهدوء. نمبر 3 parents should protect their children، يجب على الآباء أن يحموا أبنائهم bad companies، الصحبة أو الرفقة السيئة أو الشريرة. وعايز كلمة حرف الجر مع بروتكت، بروتكت آت طبعا لا، أوف طبعا لا، فروم إجابة صحيحة، أجينست، يبقى بروتكت بتاخد حرفين جر فروم وأجينست. نمبر 4 هي فورجوت هيز موبايل ات ذا ريستورانت، نسي المحمول بتاعه في المطعم. He found it when he came back، وجده عندما رجع. sorry. وfortunately من حسن الحظ. unluckily من سوء الحظ. unfortunately من سوء الحظ. luckily من حسن الحظ. possibly من باب الاحتمال. يبقى هنا عايز كلمتين يؤدوا نفس الغرض، وطالما وجدوا يبقى ده من حسن الحظ. نمبر 1 ايه fortunately و luckily، اجابتين صحيحتين. ودي النمط الجديد يا اولى ثانوي، مهم جدا جدا. نمبر 5 you must eat a piece of cake، لابد ان تتناول قطعه من هذه الكعك. it's إنها تيستي، لذيذة. أوفل، مرعبة. هوربل، مخيفة. تيرابل، فظيعة. ديليشس، لذيذة. يبقى أنا عندي كلمة تيستي
هتساوي كلمة دي لشخص. وده تمرين هام جدا، ان انا كيف اختار اختيارين، يا تانية يا اولى ثانوي. الجزئية اللي بعديها بتقول لي I can't visit my uncle very often because he lives in a faraway area. لا أستطيع أن أزور عمي غالب الأحيان لأنه يسكن في منطقة بعيدة أو نائية. زوادس كلمات that can replace، يمكن أن تحل محل زواد faraway بعيدة are distance مسافة، remote صحيحة بعيد تساوي far away، distant far away، remoteness بعد، comfortable مريح. يبقى أنا عندي remote هتساوي distant هتساوي كلمة far away يا أولى ثانوي. الجزئية اللي بعديها I often walk to school with my friends because it is my house. ووك هنا يمشي على أقدامه، بالمدرسة قريبة من البيت. near قريبة، close to قريب من، far from بعيد عن، next مجاور، among بينه. يبقى أقرب إجابتين يا أولى ثانوي near و close to قريب من. الجملة اللي بعديها My English teacher has a great on me. مدرس اللغة الإنجليزية له علي. و effect تأثير، impact تأثير، material مادة، attraction جذب، victim ضحية. يبقى له تأثير، impact و effect. وده سؤال مهم جدا ولابد إن أنا أراجعه بشكل كويس عشان أول جملتين في أي امتحان متوقع. الجملة اللي بعديها بتقول لي coming first، احتلال المركز الأول، in the exam meet him، في الامتحان جعله feel that he was over the moon، سعيد جدا. over the moon means تعني that he was، أنه كان. delighted مسرور، إجابة صحيحة. ورد قلق، بليزد مسرور، إجابة صحيحة. ساد حزين، استرس مضغوط ومتوتر. يبقى over the moon معناها delighted or pleased. number 10 when something isn't new or modern، عندما أي شيء يكون غير جديد ولا غير حديث. it is exotic غريب، old قديم، advanced متقدم، ancient قديم أو أثري، civilized متحضر. فأقرب إجابات لكلمة not new or modern means old قديم and ancient. ودي كده بتعمل يعني بتجمع كل الكلمات اللي ليها أكثر من معنى في قالب سهل وصحيح. number 11 I couldn't believe it، لم أستطع أن أصدق. it when I saw that the bus was empty، عندما رأيت أن العربة كانت فارغة من الركاب. the antonyms العكس of the word empty، عكس كلمة empty فارغ are، وطالما are يبقى كلمتين. busy مشغول، stressful متوتر، stressed متوتر، crowded مزدحمة، lazy كسول. يبقى busy مشغول أو مزدحم إجابة صحيحة، crowded إجابة صحيحة. number 12 tourism سياحة، helps to more jobs opportunities، كثير من فرص العمل، for the youth للشباب. وعايز يقول لي تنشئ، تكون، تخلق. this approve يستهجن يعني يرفض، provide يزود أو يقدم، conduct يوصل، create يجد أو يوفر أو يخلق، destroy يدمر. فأقرب إجابة أولى ثانوي عندنا tourism helps to و to provide
provide job opportunities و create job opportunities. الجزئية اللي بعديها يونت 2 على أساس إن شاء الله نعمل مراجعة للست وحدات بنفس الطريقة دياتي على أساس اللي هي الجمل اللي ليها أكثر من الكلمات ليها أكثر من معنى نزودك بيها بحيث تكون مسلح في الامتحان إن شاء الله. يونت 2 choose the two correct answers from A, B, C or D. When I choose the two correct answers out of the five options given, من اختيارات المعطى ليك. وطبعا عندي خمس اختيارات وإجابتين منهم صح. Number one, mothers should their babies all the time. يجب على الأمهات أن يراقبوا أطفالهم طوال الوقت. Watch, مشاهد أو يراقب. Look, ينظر. See, يرى. Monitor, يراقب. Donate, يتبرع. يبقى أقرب إجابة عندي أولى ثانوي watch إضافة لذلك monitor. Number two, people around the world admire محمد صلاح. الناس في كل أنحاء العالم يعجبوا باللاعب المصري محمد صلاح. The synonyms, المرادفات of admire ليعجب ب are. Disapprove, يستهجن يعني ما بيعجبوش. Appreciate, يقدر يمتدح. Check, يراجع. Praise, يمدح. Donate, يتبرع ب. فأقرب إجابة أولى ثانوي أدماير هتساوي عندي أبريشيت وكذلك بريز. ودي جزئية هامة جدا بتوفر عليك وقتك من ناحية الاختيار وإنك ما تتردد شيء. الجزئية اللي بعديها نمبر 3 وبرضو معنا 2 أوبشنز على طول. My father advised me not to. والدي نصحني ألا with bad people مع الأشرار. Make friends ألا أصادق ودي إجابة صحيحة. Avoid friends أتجنب الأصدقاء. Do friends cause friends befriend. Befriend يصادق إجابة صحيحة. يبقى أنا عندي befriend وmake friends. Number four, clever students, الطلبة المهرة, always do their best, دائما يبذلون قصارى جهدهم to reach their, لكي يصلوا إلى أهدافهم. Aims, أهداف إجابة صحيحة. Homes, منازل أو أوطان. Exams, امتحانات. Goals, أهداف. Courses, دورات تدريبية أو مناهج. الإجابة عندي أنا Aims و Goals. Number five, we should protect wild animals that are endangered. يجب علينا أن نحمي الحيوانات البرية التي في خطر. The antonyms of wild, عكس كلمة wild, are dangerous, خطير. Domestic, أليفة ومنزلي, إجابة صحيحة. Strong, قوي. Tame, أليف. بريتي, جميل. نمبر 6, to save the injured man, لكي ننقذ الرجل المصاب. After the accident, many people blood, الدم to him. عايز اقول الناس تبرعوا بالدم, اعطوه دم. Give blood, اجابة صحيحة. Took, اخذ. Made, صنع. Did, فعل. Donated, تبرع به. يبقى to save the injured man after the accident, many people gave blood to him or donated blood to him, both are correct. Number 7, my English teacher asked me to, مدرس اللغة الإنجليزية طلب مني أن, my spelling mistakes, أخطاء الهجاء, in the essay question, في سؤال المقال. Increase, يزود. Decrease, يقلل من. Reduce, يقلل من. Raise, يرفع.
repeat يكرر. يبقى my English teacher asked me to decrease يحد من تساوي reduce. إجابتين صحيحتين. الجزئية اللي بعديها number 8 you should be ready for the interview. يجب أن تكون مستعدا للمقابلة الشخصية. The word interview can be used as. يمكن كلمة interview دي لو شفتها أنا منفصلة ممكن أستخدمها ك. A noun اسم صح جدا. An adjective صفة. Verb فعل. وفعل فعلا صحيحة. A preposition حرف جر. An adverb ظرف. ف interview تنفع تكون a noun and a verb. Some organizations بعض المؤسسات أو المنظمات try to unique wild animals حيوانات البرية التي لا مثيل لها أو المتفردة. Hurt يضر أو يؤذي. Protect يحمي. Damage يدمر. Save ينقذ. Employ يوظف. ف some organizations try to protect تحمي أو تقي إجابة صحيحة وسيف إجابة صحيحة. الجزئية اللي بعديها Do you think هل تعتقد being famous كون الشخص مشهور is a good or a bad thing أمر طيب أم أمر سيء. The word famous كلمة famous مشهور can be replaced with يمكن أن يحل محلها amazed مندهش. Separated معزول أو منفصل. Well built قوي البنية. celebrated مشهور. well known مشهور. يبقى كلمة famous هتساوي عندي number D celebrated وكلمة well known. الجزئية اللي بعديها to make to means تعني to give money تعطي أموال or goods أو بضائع. to help a person or organization لمساعدة شخص أو هيئة أو منظمة. to rob يسرق. contribute يساهم. donate يتبرع به. roar يزأر. attack يهاجم. يبقى to contribute تساهم إجابة صحيحة to donate إجابة صحيحة. Number 12 and the last item in unit 2 to be generous أن تكون كريم أو معطاء is a good quality صفة طيبة. The opposites العكس of the word generous عكس كلمة generous كريم أو سخي are هي mean بخيل إجابة صحيحة. kind عطوف. cheerful مرح. disappointed محبط. selfish أناني. يبقى عكس كلمة كريم أو سخي يبقى كلمة مين وكلمة selfish. بكده تانية أولى ثانوي إن شاء الله نزل وتابعونا لأن الفيديو ده هام جدا بالنسبة لأولى ثانوي. هننزل حل الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة والستة تباعا وخاصة الأسئلة اللي ليها إجابتين. فإلى فيديو قادم أستودعكم الله.